بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. سيدا أنصو الشيخ ندرس جني شلي سالبان حال هذا منظومة الكبائر للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. سالبان ومنظومة قبي ككوبا لبي صدم بيت كوبا ويا كبائر كأو كهب ليو شيخة أو منظومة دي سوكس أروريي معنى هذا أمكين حصر إنيتا إنتا نكو كوبا تاي معها إنتي أسغ لموقتي كبائر أي تهي أي وميشن كس أروريي وحونا سجو ذكرنا يا لبي تضبات كبيرة ayuu meeshan ku sheegaya. Ama kabaa'ir ha noqdeen oo mutafaqa ama asagu sida ay la tahay ha noqoto ayuu ka waramayaa wey. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد. أبتدئ وان بلابنيا المنظومة ذا قبل جيجا بحمدك الله يو أمان تاذان قبل الله بنايا اللهي ذي الإكرام شرفت يا كرامة أصاحبك أها الله صو حمدك يا قبل الله بنايا يا أمان تاذا حمدك سو كثيرا متر بضنعة أي قبل الله بني بغير تحدد أي بغير نهاية نهاية الآن أو يول من اللهين ما دمت أي مدة دوامي حيا أنت أنا وأنا لهي حمد جاس أي المعرفة كبلا بنيا وآبو تربضا أو حد النهاية لما شيء يول أوليه أنا نجرين كما ترضى يعني لكي ترضى إن أظهر نقطة درتي ayaan allahayo maxamdigaad ugu bilaabanay marka waa su'aal celiyay laakiin waxa halka abtadi uda bihamdi kada jar majrur kaas waxa ku tacallujayna abtadi uda ku tacalluqaya dil ikraamidana waa sifo maartay allah wa hamdi kada idafada kaaf ka loo idafayaan ka sifeynayna kathiiran tan waxa way sifo wax u tahay hamdiga ay u tahay ما دمت ذن الدوام دامذا اسمي خبر إني قادتات أكتي خبر كذو أقوأيها أي حيا واي مركا سوق در النوية مركا أبتدئ وبلابانيا منظومة ذيذان بحمدك الله يؤمنك هذا قب اللابانيا اللي هي ذي الإكرام كرامة إيا شرفت أصاحبك أهاي يعني حمدك سوق كثيرا تربضا حمدا أيان مارك يعني أحمدك حمدا أو كلو حمد قاسو كثيرا متربضا أيان كبو أمانا يا الله أيو بقاسو بغير تحدد النهاية أن لهين يدماد منا أن لهين ولي يسعون أيو ما دمت أي ما دمت حيا انت آنو لهي أيان ربي كبو مهدين أيان كما ترضى مالك سيئة أليك أراد النقطو أيان كتابك شيخ بسمك وكم بالله سيدا
ليرهل اقتداء بالكتاب بكتاب الله تعالى إلهي كتاب كيسا بسم الله الرحمن الرحيم ألغب بلابي سقنا سوى كتاب كود ديان أيو إيا النبي عليه الصلاة والسلام رسائل كيسا مركو در أيو بسك كود بلابي جري أيو سيداس سقنا حمد بسك أغب بلابي ثم حمده أيو كوحي جيي وأمانتي الله سبحانه وتعالى إلا أمانه wuxuu ku xijin doonaa salliga nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa ayuu ku xijin doonaa weeye wa salli allahayo aman ala khayril anami ay ala nabiyika nabigaagi allahayo aman nabigi khayril anami makhluuqa midka u khayrka badnaa aha wa aalihi aalkiisana allahayo aman نبي قال كي سنة الله يو أمان وأصحابه نبي قال أصحابتي سنة الله أمان يعني قال كاس هي صحابة صور من كل هذه الأهل مت غير كي سهنوني عدك لهنوني وين إي ومهتد مت هنون سنو إساق التابع للهداية هنونك مت راعي الله الله يعني مارك الله يو أمان وين صلّي مركا النبي عليه الصلاة والسلام أكتن لبا معنى علماء وكشيكا سيدا إمام البخاري في صحيح وكسو بوريو عن أبي العالية حولي صلاة الله على نبيه ثناؤه عند الملائكة حوي ثناؤه في الملأ الأعلى حوي ملائكة أكتيدا إن الله نبي الله محمد كأمانه أي أمان تسبى لو جيدا علماء وحيد أهلان إن صلاة لفتي ذي رحمة لو جيدنا ورحمة داسنا أي تهيئ المقرونة بالتعظيم سيدة الحافظ بن حجر العسقلاني أي مبدا لرسو القوريو أي أول سيدة سيليه والذكر وصلي الله يو أم حريصو على عبدك أدونك بخير الأنام دفق خير كبدنا مرك الأنام مخلوق وطن والغوت المامي كرا ضدكا والمشي كرا على خير الناس والمي كرا لبضب والي لهذا حيال النبي عليه الصلاة والسلام وحوها خلقك إله مثل أخير كبضل أيو أهاوي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيو صلقي سي كحجي حمدك كبعد أيو كحجي ويا الله أيو نبي الله محمد نأمانه وآله أهلكي سنة أمان أما أن حريصه أهلكي النبي عليه الصلاة والسلام حالي رهلا وددك صدقه أي محرم ككتهي أي اللي رهلا والنبي عليه الصلاة والسلام مريدي سي أجواج أزواجتي سيبا آل النبي صلى الله عليه وسلم لي رهلا علماء دقار وحيليهين وحلو جيدا وآلك سودلي كرو أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة عد العد النبي الله محمد راعي إلى ما أنت قيامها لقاره وسوق الإيام إليه مرك لكن سيدة ماركي راجحة نبي قال كي سوى ذاتك أي زكذا حرام فكتها هيويا وأصحابه أصحابتي سنة الله يؤن حريصه أصحابي كانوا حالي لهذا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام حتى ولو لحظة دقيقة يربى النبي هل جوق عليه الصلاة والسلام فقال لقفك النبي قال لكل مي ولم عاصر هذا لن ولا لكل مي رميي إسلام النظر كل انتي كأيا مارك صحابي اللي رهدوه كواسو آلك أصحاب كاسو من كل هاد مدو حنونية وغير كس حنونية حديث كأهالو كواسو إلهي هو النحريس ومهتدي يقوى هنوك الراعي أو أيها المسل كواس أيها الإلهي هؤلاء حريصته والرحمة ديس الله إياه ألقى مركو حامك بسوا بحني بسم الله إيا حمده إيا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله سدى أي كتبت وكتبت أي علماء قب الله بان أهوية ومصنف كمرك ليه وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود وكن أهو وفيه مسلم كأهوى أيها المسلم
عالما مد قرنيا نقو علم أوله أن الذنوب ذنوبته ذنبيته جميعها تمامته قسمت إلا قيبيه بكبرى ذنوب كبائره ووين إيه وصغرى ذنوب يرير أهو كبائرته كهو سيصو في المجود أي في القول المختار المجود عند أهل العلم يعني قولك للدورتي إيه وناكسنا تك أهل العلم لأكي سويا في المجود أي في القول المختار هذا الكين للدورتي عند أهل العلم أي وحويان يا لو قيبيا مرك هذا الكاس حوك تسينيا في المجود ذو كليه إن خلاف أو كجيرو أو ضب سيدا أن شاء الله بسوشا قد الدرس قالني أرانا يأجيران ذنوب الله ما قيبيه صغائر كبائر بالله ما قيبيه كلها وكبيرة أرانا وإن شاء الله كسوا هذا مرك لكن سيدا قولك مختار كعه أدل بضن له أدل ليسون إراجح تهي ذنوب الله بدا صلى الله قيبيه ذنوب كبيرة وكبائر ليره ووين وطوبة أباه إي ذنوب صغائر أهو لغو دافو خيرات كي صلاه عبادات كي وناغ لغو دافو وناغ عبادات قفكه او سميه لغو دافو واتا وهي لبدا سلو قيبيه marka halka baytka wuxuu kugu sheegay taqsimul maasi dhunubta qaybaheeda inay laba u qaybsanto sidaas aan raajaca wa kun ahaw qof yahu muslim ka ah ama talibul ilmi giyo aaliman mid wax garanaya noqo aqoon u leh أن الذنوب ذنوبتي ذنبيه جميعها دمانتي قسمت إلا قيبيي ولو قيبيي بكبرى ذنوب واوين إي وصغرى ذنوب يريرع في المجود قولك إلا الظهر طيب مركي رقبنا ويا بيت كاس مركي وحكو شاقي إن أي ذنوبتي أي قيب سنتو أو صغائر يا كبائر قيب سنتو حد التعريف تذنوبتي كبيرة أهي أي نو شاقي ixtan keedii booloshii labadan baydo dambe wa taariifka ay leedahay dhunubta kabaairka ah weeye waliba laba taariifood bo sheekh ku gaabsanaya oo midna uu leeyahay imaam ahmed ibn hanbal midna uu leeyahay sheekh al-sunan ibn taymiyyah ku gaabsanaya fama fihi haddun fi dunya aw tawaddun bi ukhra qasim kubra ala nas ahmadi wa zada hafidul majd aw jawiduhu بنفي الإيمان ولعن المبعد فما ذنبي فيه ذنبي قادحني سوء كسبيه حد حد كسبيه في الدنيا أدون كدحني حد مبشيه أو أمس توعد وعيد يقود يتهديد أي دحني سلبشيه بأخرى أي في الآخرة آخرة دحني ذي توعد لو سمعي أو ليره لو قفكي وحا سمعي عذاب كاسو آخرا لي عقاب تسمولي دن بيقى نوع عاصل بدا الرمض لو شهيغا فسيم كومغا عاو وكوشيك كبرا كوشيك دن بيوين كوشيك دن بي كبيرا كوشيك على نص أحمدي أي على منصوص الإمام أحمد إمام أحمد عبين تيسي قول كيسي أو كو عديي مركو قيحة يدنوبت كبيرة لها دشيه أبو خصوغا نويا مركو هل كان بيت كان هو القول كمام أحمد الله وشيغي تعريف تيس حكو شيغي ذنب كبيرة محل إلى هذا ذنب هو كبير ذنب وين وين حال أرنكرا قرم على أرنكرا حوية ذنب قاس هدو حد ليه أدوك نحليس حد كاسي وحد وشرعي بأو مارت حكومي مثلا قف بازليستي حاليري ولا قراعيا 100 جلدة أصغوز نكاح صوم مري أيو زليستي حتى سوى الرجم ولا شيغي حصو هري وحكمد أه وسو قلي قتلقة قف با قف دلي وحد ولا قصاصة يا حد بولي قف دلو ولا قصاص أسألنا حد بوليه خمر وعبي حد بوليه هو جلده
sariiqow leeya waxbuu xaday waxbuu xaday xoolabuu xaday isagana xad buu leeyahay oo gacantaa laga jaraya xad buu leeyahay wahaakadaa inta aad garanaysaana qof buu qadfay oo zina ku tuuray isagana xad buu leeyahayo waa la jeedlaya waa la garaacaya marka wax alla wixii xad adduunka leh waxa weeye kariira lagu magacaabo amase loogu goodiyey waciid oo maalan qofkii maal agoomeed cuno maxaa la yidhi in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii butunihim naara wasayslawna saciira iyo wixii la mid ah ribada qofka qaataa aakhara maxaa la yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu ama aayado badan ma aragtay ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba yacnii maaragta fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuuli wax alla wixii waciid uu ku soo arooray oo xarbiga iyo adduun iyo aakhara wuxuu doonaba ha noqdeen ayadana kabiira la yidhahdaa famaa maada nakira mawsuufana waa laga dhigaa mawsuulana waa laga dhigaa saa ogtihiin hadda tii nakiradaa marnay famaa dambi fiihi dhexdiisa uu ku sugay haddaa mawsuulo ka dhiganana famaa alladii kii dembigii fiihi dhexdiisu xaddun xad uu ku sugan yahay fi dunaa waa iyada la soo gaabi fidunyaa un baa loo jeedaa lidaruurati shicir buuna u samaynaya adduunka dhexdiisa aw tawacudun ama goodi iyo tahdiid ay dhexdiisa ku timid biukhraa ay fi laakhira aakhira dhexdeeda la yidhi wixii sidaas sameeyo cadaabkaasuu leeyahay fasim ku magacaaw oo ku sheeg wey kubraa ku sheeg yacnii ku sheeg wey ama waxaa la dhihi karaa fasim ku calaamadee oo min asimati laga keeno iyadana way jirtaa min asima allatii hiya alcalaama fasim calaamee waxaad ku calaamaysaa kubraa dembi weyn ku calaamadee calaa nasi axmed iyo calaa masuusi imaamu axmed caddaynta oo imaamu axmed caddeeyey annagoo dusheeda ku sugan ayuu hadalka sidaa ku qeexay weeye wazaada xafiidulmajdi wazaada wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey xafiidulmajdi almajdi ibnu taymiya ee wiilkiisii yacnii almajdi waxaa la yidhaahdaa waa cabdisalaama la yidhaahdaa waa ibnu taymiya awoogii ayaa laqabkiisa majdi la yidhaahdaa marka xafiidna waxaa la yidhaahdaa ibnulibni wa wiilkaaga wiilkuu sii dhalo ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay ibnu taymiya magaciisa waxaa la yidhahdaa axmed aabihiina cabdulxaliimaa la yidhaahdaa awoogiisa cabdisalaamna majdi la yidhaahdaa weeyaan marka wasaadda wuxuu kordhiyey xafiidulmajdi yacnii majdi ibnu taymiya wiilkii awoogu oo u ahaa ayaa wuxuu ziyaadiyey aw jaa waciiduhu aw amase jaa'a ow yimid dembi kabiira waxaa la yidhaahdaa jaa'a midka u yimaado waciiduhu goodigiisa iyo tahdiidkiisa marka loogu goodinayahay binafyin diiddo liimaanin iimaanka qofka loo diido oo hebel iimaan maleh qofkii sidaas sameeya la yidhahda iyo walacnin lacnad oo naxariista ilaahay qofka laga fogeeyaa naxariistaasoo mubacidi saaxibkeeda fogeyso oo dheerayso oo cadaabka ilaahay naxariistiisa raxmadda ilaahay naxariistiisa ka fogeyso weeyaan marka wuxuu leeyahay meeshaan ibnu taymiya tacriiftan dambe beytkan dambe sheekh alislaam ibnu taymiya tacriiftiisii weeyaan sidaasuu ku qeexaa wuxuu ku daray ilaa imaamu axmed wuxuu sheegay dembi kabiira maxaa la yidhaahdaa wixii xad adduunka leh aakharana waciid leh buu yidhi sheekhan wuxuu ku ziyaadiyey ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi wixii ay iimaanka loo diido nafyil iimaan oo ku yimaado oo la yidhahdo qofkii sidaas sameeyey iimaan ma laha mu'min ma aha ama si qofkii sidaas sameeyey waa malcuuno waa la lacnaday naxariista allah laga fogeeyey oo kale maalan waxa weeyaan nusuusta waxaa ku timaado xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ee warin xadiid abi hurayra nabigeenu wuxuu leeyahy wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min markaasaa la weydiiyey rasuulka ilaahay qofka aan rumayna waa kee kaasu wuxuu yidhi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka uusan ka aamin elaynin dariskiisa dhibaatadiisa uusan ka aamin noqonin dariska oo la dhibo yacni waxa weeye qofkaa iimaan iimaankiibaa loo diiday
مؤمن ما أعمل إيمان كاسر وقتي أنصر شو شغنا لقى أن فينا يو وقت وعرف الإيمان الكامل مؤمن كامل معها لكن ما له مجده في أو ما ركتي مطلق الإيمان بلغ سار لليه له مجده وإيمان كي كامل كهذا له دي الدنيا هاي لكن هذا سب إيمان إيمان كي سنسخان بقول لغيس وحلمي ذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قف زاني قام زنيشته مركو زنيسين أسقوا مؤمنا معنى كامل الإيمان ما أحاول مركو معنى هذا ما أحا إن الإسلام كي كبحي أو قالوا بي ما أحلو مجهده زنده لقوم قالوا وتشل كسو حضرني معاصي ذا وحاولكو قالي سيو الخوارج إيا مارك أو من نارت أبو شاوي يمعتزلا يوحلمتك أحويا فرع شل كسو حضرني لعنى ذا نصيده وكلا حديث ما كنت ماذا حديث إمام مسلم وعلي بن أبي طالب ونبي كوريني لعن اللهم لعن والدي لمن يسوى الفقي لعن الإله هل لعن ووعيد شديد أهوية لعن الله من ذبح لغير الله الله الحديث سأكف قي قفكي إذا الله أحين حرق قورعه لعن الله من آوى محدثا إلى هاي هل لعن الحديث سأكف قي قف محدث أهو وحسود لي أما بدعليني أما تنيق مسلم صاقر قفك إلى لدبر كمرصده إلهي هل لعن لعن الله من غير منار الأرض إلهي هل لعن قفك بدله على مداها السوف دمها تطفئ كل ليدين قلك كوكلا سميستان أما بير كوكلا له أما قري كوكلا دقان كوة له قفك إنت سوهدين تيسي قدرك ولو يعني شبر بها قدر صدق قدر يرى قدر صدق أسجل ملعون وأن حريص إلهي لقفك مرك كاسو كلنا ذنب كبيرة لو ترمي ذنب صغيرة ما مر هذه العند هي مارة النفي الإيمان أي كوي مادين أيضا نصدق كلا ذنب كبيرة أي لو ترمي هذا الكاس شيخ الإسلام ابن تيمية أي لبعض أن كزيادي لبعض يقرأ إمام أحمد وشيخه وجاء وزاد وقرني حفيد المجد يعني عبد السلام ومجد ليرة هذا ويلكين أو وها وها أو أحمد بن عبد الحليم هاي ابن تيمية اللي لو يقانه أي وحو كردي أو أمسه جاء وعيده جاء أبعد همزة لأجل ضرورة الشعر وقتلي جاء أو يماده وعيده قد يسي تهديد كيسه أو كي ماده لنفي الإيمان إيمان دي دي قفك اللو دي داي أو لع ولعن أو لعن أما اللعنة أو مبعد صاحب كذا فوقيسون حريص إلى كذا ريسه لو بقول ديو أيضا الذنوب تكرير هذا أي كم تهيبوني هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتي أنا كل منه فرقة فرقة عن حجة وهذه هاتينا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.